الريش وقرقش نغضع مار بيوزان ما قرنتش كتب ريغين اي بيسنسي فيران زيان ذحو ذريضان زيان يسقض على عقرينس يخبش خيزوران يزواد يسن ما يزدقاسني صغوان اذميني وقعن قزماني يعذان يسقسار في قوياث ويفهم من ذا سنان يسقسار غيم حضان ناناس الكتوب خوان الكتوب ذاك سنا فرانسيس ذو ليمان ذو قلينزي ذو ماريكان التاريخ التجار ونكار ونسمان تاريخ إتاران يزيد سيوان ذمان يقجان زيان ذواذ تاريخ نيوران ويسي ولاخ عبد كريم لاخو النوار لاخ الدهار وفاران نان عاود نان زيان ويفي من نان يقيمي تاحي تاسد واثيك سيو مخانا مواش ميداك ساس النان يقعي تسقسى يوذان خميني وقعن يزمان يادان جدس جيداس نثنين حضان يراح غاصني السقسان مين انا عبد كريم مين يوقع عند القنوار بالدهار وغاران السيور جيداس يقنشيش انتن هزان وضانا زدين الطاون امد حبانا رمان غار القسمات مساقان عبد كريم امينو راي جذب النعمان يرقح عند القورة وهي وذان عبد كريم امينو راي جا التازيري ذير وسطي ثران عبد كريم امينو راي جا ذرع عنصار ومان صفان سسني والسورة ذي عزريا ذي سقمان غرب نخسين الطاون الصغض يسي وبابا سامقران عبد كريم امينو راي جا التاس الجاث نشن ذي زوران عبد كريم امينو يراي جا ذرفقي نشن ذي محضان يصغارا غيبريذن إيتاو ينغادو ذاتي يخنان عبد كريم أمينو ويجي زير في قوياثون قارون الزمان اقوان خو عديس دور ذي في غران رع قرذك حبيذ ميزي غشان ذان عبد كريم أمينو يريت متاخر حقي نسعان ذي كورا مخان ماني مجان سيف جاحن في خدام ذي محضان عبد كريم امينو ويجيام التجار ونقار ونزمان قيجو في وسط الطفنا خذمي اجد القران خرموز وغروم تقصصني ذوضان تحواسن اللويز ذي غزران تحجان غار بيتا باركان ديوسين ذو ماريكان تزغن الدم من دومات السندر كيسان اماريكان ذو صهيون عريثن ذي ذوران عبد كريم امينو ويقبر ضمواثن غطوضان رعذاوة دي زوان أمان أسبانيوض وفرانسيس دو طليان راح أمينو راح سقسي ثران راح أمينو راح سقسي ذورار سقسي غزران نثنين أزرين شهد الحضان أنا وعمر ابن عبد السلام الخطاب ولد على متن السفينة التي أقلت عائلتي من المغرب إلى المنشا إلى بالضبط جزيرة ريونيون التي تقع جنوب شرقي مدغشقر جزيرة صغيرة. ثلاثة رجال: عبد السلام الخطابي، محمد بن عبد الكريم الخطابي، وثالثهم هو محمد عبد الكريم الخطابي، الخلية الأولى في قيادة ثورة الريف، ومن ثلاثة كان محمد هو رمز الحركة التحريرية لحطمات كبرياء إسبانيا. كان خطابي خلق هنا في أجدير في 1882 في أجدير، فبدأ التعليم دياله الأولي الابتدائي مع أبا، وفي 1902
ذهب الى فاس مع الوالد ديالي باش يقراو في جامعه القرويين في فاس. بقاو هناك عامين، بعد ما سلاو الدراسه ديالهم رجعوا الى اجدير. وفي يعني رجعوا الى اجدير في 1904، وفي 1906 سافر الى ميليا. ميليا فين كان فنتيني معلم لاولاد الجاليه المغربيه في ميليا، ثم اذا كان القاضي في ميليا نيت، وايضا كان كيحرر واحد مقاله باللغه العربيه في الصفحه الاولى ديال واحد الجريده اسبانيوليه اسمها تليغراما دريش. يعني كان كيكتب كل نهار الصفحه الاولى ديال هذه الجريده باللغه العربيه من 1907 الى 1915. في بدايه القرن العشرين احتدت الاطماع الاستعماريه في المغرب، وكانت فرنسا اعتمدت منذ سنوات اسلوب اغراق المغرب في الديون عبر السلطان عبد العزيز تمهيدا للحمايه. في غضون 1906 انعقد في مدينه الخسيراس لاسبانيا مؤتمر استعماري حضرته 12 دوله استعماريه بالاضافه للمغرب. اهم ما اتفقت عليه البلدان المشاركه هو تقسيم المغرب لمنطقه فرنسيه واخرى اسبانيا. اهل الريف قاوموا الاسبان وما تنظمت مقاومتهم الا مع البطل محمد امزيان، وكانت اشهر الملاحم اللي قادها الشريف امزيان ضد الاسبان كانت ملحمه منطقه كيرت اللي شهدت في المجموع 113 معركه بعد ما حرقوا الاسبان مداشر قبيله كبدانه. وكان كيقرا ايضا الصحافه الاسبانيوليه، وكان كيحاور مع ذوك الناس يمكن ليهم موظفين ديال الاسبانيوليين، كيحاور معهم في السياسه الدوليه في السياسه ديال اوروبا. يعني كان مطلع على جميع الشؤون اللي كانت كتجري في العالم، وبالخصوص الشؤون ديالنا، الشؤون ديال المغرب والشؤون ديال الريف والشؤون ديال الشرق العربي. كانت حصيلة معاهدة الجزيرة الخضراء 1906 توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، واللي بموجبها خدات إسبانيا الشمال المغرب 5% من التراب المغربي، وانفردت فرنسا بالبقية اللي اعتبرتها آنذاك بالمغرب النافع. والسؤال شنو كانت نية عبد الكريم الخطابي إزاء الإسبان؟ وهو عبد الكريم الخطابي كان كيعتقد أن من الممكن يتواصلوا فهمتني لواحد الاتفاق، واحد الاتفاق فهمتني يتعاونوا مع بعض بدون اغراض استعماريه. ولكن فيما بعد بان له الخبث ديال اسبانيا، بان له ان اسبانيا مثل الدول الاوروبيه كانت عندها النوايا ديال الاستعمار، بغات تستولي على الريف، بغات تستعمر الريف. فلما اقتنع بما ان اسبانيا عندها ارجع الى اجدير، واعزم مع الوالد ومع اخوه باش يهيئوا نفسهم لمقاومه اسبانيا. الريف كتعرفوها الحاله الاجتماعيه ديالها والحاله الوضعيه الاجتماعيه والوضعيه السياسيه والوضعيه الثقافيه. ما نخبيش على انفسنا ان في ذاك الوقت الريف كانت عنده واحد مستوى متوسط، نقول لك بدائي، يعني مبني على القبائل ومبني تطاحن بين القبائل على اسباب تافهه. فلذا لما شاف هذه الوضعيه هذه بدا كيجمعهم وكيوعيهم وكيعلمهم يعلمهم مبادئ إسلامية، بما أن المسلمين لابد يكونوا إخوة، ولابد فهمتني يتحدوا، ولابد يقاوموا الكافر يعني الصليون. فهكذا اجمعهم، وبخصوص فهمتني لما عرف عبد الكريم الخطابي والوالد واخوه عارف ان الصليون كان حيهاجموا، بما ان نحن فهمتني في بني وريال المنطقه ديالتنا فهمتني كانت ساحله مبسطه، خافوا فهمتني يشرفوا علينا من جبل سمان وينقضوا علينا. فلذلك هم سبقوه، مشاو لجبل سمان في جبل في ربع تروبوش،
فهناك اسمه جبل القارن، فهناك افرض وجود ديالو هناك، لان كان عنده حق مهما كان في الزمان، ولكن عنده حق باش يدافع على نفسه، يدافع على نفسه، يسبقوا الاسبان، لان الاعيان ديال التمسمان كان قدموا الخضوع ديالهم الاسبانيول، يعني معناها قال لهم يمكن تدخلوا عندنا ايمانا منهم من التمسمان ولا من ابن سعيد ولا ابن ولي الشيخ، ان غير معقول وغير ممكن قبائل بالمستوى ديالنا يستطيعوا يقاوموا واحد دولة أوروبية متحضرة لها جيش منظم مجهزة بعتاد عسكرية حديثة. نحن ما عندنا والو، كيفاش القبائل؟ ولكن عبد الكريم الخطابي فهمتني قال لنا ولو بهذه الوسائل بإيماننا وبوحدتنا وبعقيدتنا وبعزمنا نقدر نتصدى للعدو. هاد الناس هادو عندهم واحد الميزه على 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 الجميع، وهو انهم ناس دينيين. هادو قضاة ابا عن جد ديني، كيعرفوا ان الاسلام لازم يكون العزه، ما يمكنش يكون المسلم خاضع للاجنبي. هذه من ناحيه عقائديه اسلاميه. فابوهم هذا عبد الكريم هو الاول اللي بدا المعركه في 1920 في تفرسيت، في تفرسيت خالها، ثم بعد ذلك قتل بالسم. هذا الاب الكبير، ابو عبد الكريم محمد، يعني محمد عبد الكريم، ابو محمد عبد الكريم وابو محمد بكيم قتل بالسم من طرف الاسبان. فهما عهد الله انهم يتابعوا العمل ديال والدهم، ولكن اللي هو اللي جا المساله حجم هو ان الاسبان عينوا واحد الجنرال سميتو سيلفستر، جنرال سيلفستر. هذا الجنرال سيلفستر بغى يعني بسرعه يتقدم، خلاف الجنرال بيرينغير اللي كان في تطوان وهو المقيم العام. بيرينغير كان كيقول خصو يجي من هناك حتى الششاوي عام 1920، وقال الششاوي ماشي يمشي لباب تازا، وما ذلك ماشي يجي من الجنوب ويحيط ببلوريال، في حين ان سيلفستري يجي من جهه مليليا ويعملوا كماشه على بن عبد الكريم. لكن سيلفستري هو بعصبيه له علاقه ديالو مع الملك الفوستريسي ديال سبليون، كان بغى هو يكون عنده الاسبقيه. فابن عبد الكريم اذا كاسوى بابيه واتفقت مع الاخوان ديالو، عملوا هذا اللي قال لك الاخ، وهو القامه، جب القامه، ثم وقع المعاهده الاساسيه على المقاومه. وكانوا الناس ابن توزيد وبقويا وابن وريغال هما الاسس والركائز الاساسيه، وكان انذار وهو الامقران، كيقولوا الصبليون اذا تعديتي واد امقران الحرب. عبد الكريم جمع ثلاثه القبائل في البدايه وقرر مواجهه الاسبان، مواجهه بدها بتوجيه انذار المحتل الاسباني، غير ان هذا الاخير ما خداش انذار الخطابي محمل الجد، وبدا في اضطهاد الاهالي وممارسه ابشع السلوكات ضدهم. والصور تاريخ، والتاريخ احداث وشهادات. عبد الكريم ما كان أمامه إلا الدفاع، وبدأت أول معركة في ظهر أباران. فوقعت هذه المعركة اللي قضي على الأسبان نهائيا في ظهر أباران. المعركة الأولى هي ظهر أباران، أول جوان 1921، هذا هو الانطلاقة. الانطلاقة يعني كانت عندها واحد صدى قوي في الريف، لأن الناس ما كانوش كيخيلوا بنفسهم انه ممكن يتغلب هذا الجيش الجرار اللي ما جيبه سيلفستري، ولا عندهم 100 ولا اكثر من 100 مراكز من دومليليا حتى واد امقح. في ذاك اليوم وذاك ذاك المكان بدا ما يسمى بحرب الريف. وقعت واحد الصدى بالدارج، حتى القبائل اللي كان سلمت الاسبانيول بدات فهمتني حتى هي رفعت راسها، قالها الاسبانيول هذا يتغلب غلبوه فهمتني، بداو حتى هما بداو كينوضوا وكيلتحقوا بالمجاهدين. فلذلك علاش هذه المعركه ديال مبران تعتبر يعني معركه اساسيه مهمه، فتحت واحد الصفحه
جديدة في حرب باريس. لما هذا هو أبران لما قاموا القبائل وبدأوا يصيفطوا الناس المجاهدين يمكن بن عبد الكريم وأخوه محمد باش يمكن لهم يعملوا يحاصروا المناطق الأساسية ديال أنوال وإغريبا. هذاك الحصار هو لأن المعركة ديال أنوال كانت وقعت في 21 جويلية يعني شهر و 20 يوم من بعد هرب أبران. إذن هذاك المفعول النفسي هو اللي يجعل القبائل تلتف ويجمعوا المجاهدين ويمكن لهم يكونوا يحاصروا القشة الكبيرة ديال أنوال وإغريبا. بعد مرور أزيد من 70 سنة ما تزال أثار الحرب موجودة مثل هذه الحفرة اللي سقطت فيها قنبلة، غير أن المجاهدين اللي شاركوا في المقاومة توفوا كلهم ما عدا القليل مثل شعيب سي محمد نعري. لينا قطع سوى المزيان هذا حاجة رجمة ودا أنوان نهار ميكزيك وين وين وإسبانيو وخان بد فالبد شين بد شين قار المحادث قد دهارين من سامان نتاقف قد وين نهار ميكزيك خضر ونبنو نوكوا شلينا السنين اللي شلينا نحن فعندنا كل شيء جمع من غيش كل شيء يخدم غوش ديفيش وخدم حال انتقل المخزن ومن غير نحن كل شيء جمع من غيش وخيس وطن تاقوي قدمه وخيس ودا علينا تا يفسنت تتم عليك نعم من يدان ام سمان ما ايه ام سمان إيه ومي يجمعني المشاهدين مونا نقاع سوق الخاص مولاي موحد مولاي موحد قرية الدار إيه نهار نيوري حليع متاع تاركن ولي ديزوان تاركن في المشاهدين ونديزوان واللي يفلفني يجيش الدار والعولة والغيرة والرملة يجا خمسة ستة يطوفهم يهاب ينقع يا أخت ومياد غيز ومياد الشيناس إزواد مولاي موحد نعم إزواد غامة مولاي موحد وخاي خدمة وشيني نغمض سيدي إدريس لي أودا يعسسني سيدي إدريس إيش ما نغط السيد نحا وان وان ومي غا نحا وان وان خونا بس كيس على واز وان وان من يعمان تاغ وسبانيو على وان نفرق إفاقا رمولي موحد وقال مولي موحد يقدم بعده والوخن النظر ناس مشاهدين العساس النيس نعم نعم أها أحد ثاني يسوق عودي يسوق عودي يسوق عودي يسوق ويبوي شيء يدخل يحال يتغرب قرع مختزات وخي سبحة وليدي سبحة وليدي ولي موغل اسبانيو لا اسم حال ولي مقرم سد سيبيستري لا ها؟ يا علاش أنوال عنده هذا الحجم وعنده هذا الصداع؟ لأن هي كانت مقر ديال أركان الحرب.
هي عنوان اللي كان فيه جنرال سيلفيس ترينيت. جنرال سيلفيس ترينيت الكبير راجل غرور فهمتيني في ذاك الوقت ولاش عبد الكريم ما يقدر فهمتيني يدير الذبنة. انا كنقول لكم غدا في الساعة الخامسة سنشرب كاس دتاي في دار ديال عبد الكريم الخطابي بغا عبد الكريم الخطابي ولا عبد الكريم الخطابي ديال العالم كله. ففي نفس الوقت ذاك النهار كانت قتل وكانت الجثة هامدة. واش قتل ولا انتحر؟ دابا ما كاينش حد قريب مني باش يقول لك انا قتل ولا انتحر. فيه ربما يقول انتحر لانه ما رضاش. كيف هذا الجنرال متعجرف متكبر من جنرالات قلت لك اللي كانوا اصدقاء حميمين ديال الملك اسبانيا الفونسو فيس ويتغلب قدام الوفاء ما رضاش بذاك الطبيعه. ربما حقيقه ربما يكون حقيقه ما قدرش على داك الشيء فممكن يضرب راسه ومات. مات سيلفيستري وتسحقات القوات نتاعو ورجع الجنرال نافارو بعض الجنود المليديا. الان تعال نرى ما تبقى من انوال الملحمه وكيف كرم المغرب المستقيل شهدائها. هناك في الافق تهار باران وهذه انوال تذكار واعتقلت كلماته كما تعتقلت ذاكره هاد المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجبل الاشم جرت معركه انوال الخالده في يوم الجمعه 26 للقعده 1340 هجريه الموافق 1921 يوليوز بين فئه من المجاهدين بزعامه المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي وجيش الاستعمار الاسباني قوامه 60,000 جندي. هنا تجسدت اراده الشعب المغربي واستماتته في الحفاظ على حريته وسيادته وارضه ووحده ترابه. هنا وقف الريف مرة أخرى بأبنائه سدا منيعا ضد الأطماع الأجنبية. الزمان ما تهوناش ما تغيراش لبن نعمان ورا الله وما يخرق في بابا شامو يعلان وأيورا الليارا الأحد 27 يوليوز 1998 الدكتور عمر الخطابي كيزور مناسبة ذكرى معركة أنوال مع شخصيات محلية ووطنية مقبرة الشهداء في أجدير. هذه المقبرة كينقصها شيء مهم جدا هو قبر الزعيم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله. عائلة آل الخطابي دفنت في هذه المقبرة كلها تقريبا لكن محمد بن عبد الكريم مازال منفي مقبرة الشهداء بالقاهرة. الله الرحمن الرحيم 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 الله الرحم
كان في المغرب العربي وهي تجبر هنا 20 سنة حتى تفات 86 لا في الصباصة غالي اللحية تسمح هو هذا هذا هو هذا هو هذا هو صاحبي بالجنبي دكتور عمر الخطاب الان ذكرى بطبيعه الحال نخلدوا ذكرى ابطال على راسهم البطل محمد بن عبد الكريم الخطاب دكتور عمر الخطاب فعلا تحضر عواطف كلها ولكن بالنسبه لي كفرد من افراد العائله يعني في عواطف ربما زايدة علينا اكثر طبيعه الحال احنا جينا نترحم على الراجل الجنوبي الذي لعب كما قلت لك دور عظيم في تاريخ المغرب راجل الذي أسس الدولة وراجل الذي شكل حكومة وراجل الذي أسس أركان الحرب يعني بطريقة بجميع المظاهر للوحدة الدولة عصرية ذاتية نعم. لمحاربة الاستعمار من أجدير إلى أقادير اتفقوا هذا القدر ما رأيت ما انتقلوا المقرقية بارك الله فيك شكرا يا سيدي يلا بادي يلا اخواتي احمد عبد الكريم الخطابي اسس دوله علاش اسس دوله لان الظروف اللي اقتضت التاسيس ديال الدوله علاش لأن قبل كانت قبيلة صغيرة بلاد عدد قليل ولكن لما جات القبائل والتحقت فهمتني بالمجاهدين وهذاك الأسلحة اللي استولينا عليها فين يمشي الفوضى لا بد يكون واحد النظام والتزويد ديال الناس ثم إذا نعاود في البداية كانت الناس كتمشي للجهاد اسمه التطوع كان في التطوع يمشي ساعة لا يقبل يرجعوا لما كتكون ليلة 27 أو لك يكون عيد الفطر أو لك يكون عيد عيد الأضحى كان كيرجعوا فلذلك عبد الكريم الخطابي أسس الدولة باش ينظم داك الشيء وشكل حكومة حكومة عندها وزير الخارجية عندها وزير الداخلية عندها وزير المالية عندها باش ينظموا ما ينفعش تبقى هكاك فوضى اللي بغى يمشي هناك اللي بغى يمشي جاهد اللي بغى يمشي هناك في ذاك الوقت لابد يخصك واحد النظام فهذه الظروف هذه اللي فرضت تأسيس ديال الدولة باش تسير ذاك الشيء ولكن كيفاش خطا المغرب عمل المغرب الرسمي عمل الحماية هاك المخزن عمل الحماية عمل الحماية وهذو الناس الحماية كانوا كيعتقدوا هذا الشكل وهو أنهم مش يعاونوا من ناحية تقنية ومن ناحية تنظيمية بان أنهم مستعمرين يديوا البلاد ويديوا الخيرات البلاد والسلام لما غلبوهم وهناك مخزن قابل للحماية وهما ما قابلينش الحماية لما كيقولوا وفا أنتم انفصاليين على من على اليوطي انفصاليين على الأصبان مليح احنا باش نصوبوا احنا غلبنا الأصبان وحنا مأسن إذن عندنا القدرة باش نبداو على الأقل واحد ماشي بحال مثلا محمود الزياني كان كيحارب على القبيله ديالو ولكن تغلب وانتهت القضيه لما مثلا الهبه لما مولاي حفيظ علم الحمايه قام الهبه في مراكش
غلب مات انتهت القضية. هادو لما غلبوا قالوا خصها شي نظام، وهذا النظام يكون غير الحماية. احنا لا نقبل الحماية نهائيا، هذا هو المبدأ من الأساس، هو أننا احنا ما نقبلوا شيء الحماية، وماش ننظموا راسنا على أساس عدم الحماية. وكل واحد اللي بغى يجاهد يلتحق بنا، لذلك سموها القبائل المتحدة ومن ضم إليهم من بعد جبالة، انضموا إليهم، ما حدهم كيقاوموا ويجاهدوا ويزيدوا حتى وصلوا الشفشاون، واحتلوا الشفشاون. الشفشاون احتلت في 24 دجان دير 24، علاش؟ لأن القبائل ديال الغمارة وقبائل ديال جبالة انضموا للمجاهدين. وأنا قلت لك سميتو الريسوني قبض وجابوه لتماسيد. هو زعيم منطقة جبالة، استعملوه الإسبان بعد أنوال ضد عبد الكريم الخطابي. هذا الأخير طالبوا أكثر من مرة يستسلم، والمرفض اعتقلوه سنة 1925. أبغيت نقول لك حاجة باش تكون مسألة واضحة. فنحن لما هذوك هذوك قادات، يعني الوالد وعمي وعمو عبد الكريم الخطابي، فهمتني، أسوا الجمهورية ماشي باش تبقى جمهورية ديال الريف. هما كانوا يخاطبون المغاربة، حاولوا مع الكليات، حاولوا مع القبائل، وكانت كاين مراسلات، كاين الارتعاشات، كانت النجام القبائل ديال المغرب اللي كان حاكم عليه الفرنسيس، باش يرتاحوا، باش يكونوا دولة موحدة. هذه القضية ماشي قضية مبنية على القبلية أو مبنية على جهة، كانت الدولة إسلامية، دولة إسلامية تعني المغرب بأكمله، كما كان يقول عمي، من أجدير إلى أكادير، من أجدير إلى أكادير. وحقيقة أنا دابا كنشوف أن المراسلات ديال الحكام الفرنساويين كلهم حتى في حاح في الجنوب، في هذا الجنوب حاولوا الوطنيون يقاوموا الاستعمار على غرار ما كيقوموا به إخوانهم في الشمال، غير أن النقص اللي عانوا منه هو التنظيم، ومن ثم إدراك الفرنسيين أن نموذج ثورة الريف غيهدد وضعهم هم قبل الإسبان. من هنا كان بدا التحالف بين القوتين الاستعماريتين إسبانيا وفرنسا. والواقع هو أن الثوار المغاربة في الريف اخترقوا حدود المنطقة الريفية للوصول عند الفرنسيين. من هنا كانت معاهدة مدريد 1925. أننا فتحنا جبهة ضد الفرنسيس في الورقة من زروان، ماشي حاربنا غصبا نقول يعني في الريف، حاربنا في 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 المغرب اللي كان كيحتلوا الفرنسيس. فزحف الجيش الريفي، فوصل الى 15 كيلومتر من فاس، 15 كيلومتر. كان كاين طرون عند اخر يدخل عبد الكريم الخطابي في فاس، كان وصل وزع، وصلنا تازا باش نقطع طريق على الفرنسيس من الجزائر. والجنرالات الفرنسيين كلهم كانوا متذبذبين مترددين، شي كيقول خصنا نمشي، شي كيقول لي خصنا نعترف بهذاك الريفيه باش تعطينا ما تجيبناش صداع هنايا، وهكذا. فلما شافوا داك الشيء ان ماشي غير المغرب اللي حيسقط، شافوا ربما حتى الجزائر، وكما قلت لك فهمتني، لاحظوا ان كانت هناك ارتعاشات في 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 مصر. في مصر لما مشينا هناك لقينا تبرعات ديال المال في البنوك، لما مشينا جينا نتبرع المال المسلمين هناك فهمتني، كانوا كيتبرعوا باش يعاونوا. في سوريا، في الهند نفسه، لما الفرنسيس شافوا داك الشيء والانجليز حس به، الانجليز وهذا مهم جدا هذا في التاريخ، يعني حسوا بما ان الامبراطوريه كلها بدات ترتعش، بدات كتهز بداك الشيء اللي وقع في عبد الكريم الخطابي، يعني اثار الاعجاب واثار الامل، وخلى الناس تامن بما ان حتى بقوات متوسطه بدائيه إذا حضر الإيمان وحضر العقيدة وحضرت الإدارة نستطيع أن نتغلب على المستعمر. فلذلك الفرنسويين حثوا على الفرنسيس وعلى الإسبانيول باش يجمعوا نفسهم يقضي الضغية على هذه القضية هذه، وإلا الإمبراطورة ديال 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 الغرب كلها كان حتحصل فيها الاضطرابات. هذا كان تحالف ما بين الإسبان والفرنسيين. لا الفرنسيين ما كانش بغيت يتحالف مع الإسبانيين.
فرانسيس لما كيشوف انه قضية ديال الريف كان مستعد باش يعترف بها. اللوطي في 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 اوائل كان مستعد باش يعترف بالريف. استعرف بالريف. ولكن لما شفت القضية اخذت واحد الحجم واحد البعد جديد تهدد حتى الكيان الفرنساوي وبدا التجاوب ديال القبائل بني مران ايزي روشي نتيني في الاطلس و و و و بدات بدات كتنوض بدات كتنوض كلهم كيشوفوه يقول لك نحن الوضع في القبائل في الجنوب كان كينتظر هذا اسمه موسى اسمه عبد الكريم الخطابي موسى موسى كله كيقول يقول له النصارى صار الناس في الجزائر يقول له النصراني الكلب يقول لك نحن اللي حناكل اسمه هو القمح ديالك هذا العام في الجزائر يعني حنجري عليك قال كاين جا موسى عجا قلنا نحن اللي حناكل اللي حنحصد هذا هو ديالها اذا عم كان في الطبيعة حقيقة تنقاوم وقاوم في الظروف دقيقة كيفاش قاوم هذيك الوفاة باش يقاوم واحد الجيش أوروبي ينتوي إلى دولة منظمة دولة متحاضرة أوروبية هذا حاجة وثم إذا هذاك المارشال يوتين حيدوه طلب طلب يعني الحكومة الفرنسية أصدر الأمر لإبعاد مارشال يوتين وأعطاه المسؤولية لواحد مارشال اللي كسب الحرب ضد الألمان مارشال ما كاينش مارشال في العالم في العالم بأسره في ذاك الوقت كانت عنده ذاك السمعة بيتان 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 مارشال بيتان جاء هو يوتيه الزور مشى فرنسا ونقول لك باش تعرف الحجم ديالنا في فرنسا كان أمامنا واحد الجيش ديال 700,000 700,000 جندي يقوده 45 جنرالات 45 جنرال نعم جنرالات ديال فرنسا كلهم دجون كلهم ثامن شتنبر 1925 الإنزال الإسباني بالحسيمة إنزال معزز بالسفن والطائرات والمدافع في مواجهة بعض المجاهدين بالبنادق فتولي شحال كين تنظم شحال كين بربعة عادي انتاجن يسندها انسلمن زنزن سلمنا أمكانا الخيانة ما نيغرى ويتغرب حتى هم يدهن غيظر هذا من حيث يغرى؟ من يغرى؟ يغرى ما يبياما زي وسريما لا 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 حوشيما يسابا ديا ايه ايه يسابا ديا ايه يسابا ديا وعدين اذا ايوا ميتغايد داي ستشين البارو ستشين ودين حدقة اذا معز شي احمد الشيء تقوم شوي وخاورا وميقول فين يقوم بعد قصتين فاقاتا قصتين وخاور بها وزن خلاب مشي في جدلي بها اتفياري بذل الزلفة مرد يشي وذل القاد فيه اتعاد البراقي بها خلاب ستين فاقاتا ما معاون ذاك يسن حد ما هي واحد سن إيه ما إسباني واحد ما كيس شين معاونة أوكي شين معاونة خاطع ولد إن أنا شيلة والسمي ما يقد دنو لا وين يدار ما يدار الدار قادوني إنسل منا قاعون في قاد ولد إن دو سن لا لا لقينجي لا لا لقينجي عاوني هي الوقت اني وقتين شي نار هاجني ما والو ايه وفاغ
وفاق. اشتدت المواجهات واستعملوا الإسبان الغازات السامة الألمانية، حرقوا المداشر، قتلوا الشيوخ والأطفال والنساء بدون رحمة انتقاما من أبطال أنوال. Un pays dont les ruines tombent en ruines est une ruine. استعمال الغازات السامة كان هو سر انتصار الإسبان على الثوار في الريف، وكانت ألمانيا هي اللي زودت الإسبانيين بهذه الغازات اللي غيتم استعمالها ثاني مرة في هذا القرن بعد استعمالها من طرف الطليان في الحبشة. والسؤال علاش ما استمرش عبد الكريم الخطابي في القتال والمواجهة؟ وشنو هذا كان لما كيجي يضربوك فهمتيني بالغازات السامة والقنابل المحرقة والطائرات وكيقتل عيالات وكيقتل دراري وكيقتل هذاك الشيء كارثة. خاصك تعرف ما يمكنش يتحمل ذاك الشيء لأن مسؤول أمام التاريخ ومسؤول أمام الله. حيبقى فهمتيني يحارب 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 الماضي كله يحارب الماضي كله. شجاعته وشعوره بالمسؤولية نحو شعبه هو اللي خلى عبد الكريم الخطابي يستسلم. في 1926 نعم. من ثم أخذوه من تازة. من ثم أخذوه إلى تازة ومن تازة إلى فاس ومن فاس إلى الدار البيضاء ومن الدار البيضاء إلى مارسيليا. إلى مارسيليا ومارسيليا إلى 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 لويلة. أبعد أبعد مستعمرة فرنسوية في المحيط الهندي هي كانت اليونان. وهل تستلم الفرنسيس وما تستلمش الإسبان؟ هذا نقطة مهمة لأن اللي دارنا مع الإسبانيول ما أعتقدش أن الإسبانيول لو كان شدونا كان 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 يعتقلنا كان لا شك حتى كلش الرجال والعيالات هما كان كيقولوها. فلذلك فضلنا لنا اسبانيول الدين الحق معهم من قديم الزمن وهم هنايا عرفونا. اما الفرنسيس عالجا من جنوب هذا من الحرب وله حقيقه تتهم ما عملنا فيهم عملنا فيهم فهمتني رشقه ما شخشوخه البيبان شخشوخه عملنا فيهم شخشوخه لكن مع ذلك كان اقل من اسبانيول. فلذلك حبينا فضلنا الفرنسيس بدل حتى استلم استلم. بعد الاستسلام نقل البطل مع عائلته لجزيرة لا ريونيون فين بقى 21 سنة لغاية 1947. وفي 1947 الفرنساويين ربما كانت عندهم نية أو نيات قال لهم سننتقلهم من الجزيرة إلى جنوب فرنسا. كان هيئونا هناك واحد القصار فهمتيني في نيس باش نقيم هناك. ولكن لما وصلنا الى عدن قبل ما ندخل في البحر في البحر الاحمر عدن تقلبت لان المسلمين هناك اليمنيين تقلبوا. باش نقول لك الصداع ديال عبد الكريم الخطابي السمعه اللي كانت عنده ماشي غا هنا السمعه اللي حتى في عدن تقلبت الدنيا هناك بالطوم اكثر من 500 طوموبيل جاوا استقبلونا واحتفلوا بنا. وهناك ابرقوا عملوا تليغراف للجامعه العربيه قالوا ها عبد الكريم الخطابي والعائله ديالو فهمتني علمتني الطائره علمتني السفينه الفلانيه حيدخل البحر المتوسط وثم البحر الاحمر ثم اذا السويس. فلذلك فانا كنطلبكم مادام حيدوزوا قناه السويس من السويس الى بورسعيد هي داخله في مصر تعملوا ما في وسعكم باش تعطيوا اللجوء السياسي ما يمشيش لفرنسا. فلما وصلنا للسويس طلعوا للباخرة بورقيبة على الفاسي طريش والجزائريين اللي كانوا مسؤولين عن حركة التحرير هناك كلهم جاوا باش يسلموا باش يقدموا التحيات ديالهم واحترام ديالهم يعني كان خطابي.
وثم إذا جاء الممثل ديال الملك فاروق جاء قال لهم النسر مستعدة لتمنح لكم اللجوء السياسي إذا أديت بالرغبة. فبقينا كنخمم حقيقة هذوك الناس هل عندهم داك الشيء جدية ولا عندهم الوسائل ولا نعمل شي حاجة مع فرنسا وبعدين، ولكن في الأخير قرروا بما نحن ننزل في بورسعيد. هذا دابا جينا من سويس، سويس تاع بورسعيد 50 كيلومتر. هذا في التراب قناة سويس. أنتم وأنتم في 21 سنة من عمركم. أيه. لما وصلنا بورسعيد قرروا عمي عبد الكريم الخطابي وخوه محمد خلال والوالد عبد السلام قرروا باش ينزلوا بضيوف عن الملك فاروق. والمكتب المغربي العام شكون اللي كان كيعرف؟ بعض الشخصيات وبعض الصحافة، كان فيه علال الفاسي، كان فيه توريس، كان فيه بورقيبة، كان فيه الجزائريين والمعاونين ديالهم، ولكن ما كانش حد يعرفهم قليل. ولكن لما جاء عبد الكريم الخطابي ولا مكتب المغرب العربي ما يشيعش وكالة ديال الأخبار والصحافة الأجنبية أوروبية عربية شينوا كله. ها كيفاش عطى واحد دفعة للمكتب المغرب العربي، ها كيفاش عطى الدفعة في المبتدئ للقضية ديال المغرب العربي. هنا طلبوا منه باش يتلقص متني حقيقة أسوا كانوا واحد لجنة اسمها لجنة التحرير المغرب العربي. علاش؟ لأن عبد الكريم الخطاب كان ينظر إلى مسألة ديال الشمال الأفريقي، ما كانش كيميز بين المغرب ولا تونس ولا الجزائر. كان مغاربي. يقول لك مغاربي، المسلمين كلهم يقول لك نحن ما نبقاش نعمل فرق بيناتهم. نحن سنحارب وسنقاوم حتى نحرز على الاستقلال ديال الشمال الأفريقي. استقل المغرب سنة 56 وعاد السلطان محمد الخامس من منفاه، واحتفل الشعب المغربي بعودة السلطان رحمه الله، لكن عودة عبد الكريم الخطابي ما كانتش. والسؤال دائما لماذا لم يعود عبد الكريم؟ مشالوا محمد الخامس في عام 60 ولا 59، مشالوا طبع قالوا خصك ترجع. قالوا لا، قالوا شنو تبدل فيه في المغرب؟ لأن خصك تعرف أن لما قدم الاستقلال لفرنسا، لما تعطى الاستقلال للمغرب، فرنسا وإن كان هنا كان عندهم قواعد عسكرية في وجدة، كان عندهم قواعد عسكرية، قواعد الطيران، سلاح طيران، كانت قاعدة في وجدة، كانت قاعدة في مكناس، وكانت قاعدة في سلاح، وما زال فهمتني كان قواعد كان القوات الفرنسية موجودة هناك، ومن هنا كان يقبلوا الجزائر من وجدة. إيه وفين؟ ويجي عمي فهمتني بعد 21 عام يشوف فرنساويين كيطيروا بالطائرات ديالهم يمشي يقبلوا الخدمة الجزائريين. هذا ماشي معقول. ماشي معقول. هذا حاجة. حاجة ثانية حقيقة كان المغرب خصو يتحرر حقيقة، والشعب الشعب المغربي ياخذ المصير ديالو بأيديه، وتكون انتخابات حرة، وتكون الإرادة الشعبية فهمتني هي اللي تتحكم في مصيرنا، مش عاوتاني يجي كبتوا علينا فهمتني عاوتاني كان شي حاجة ما كان. المغرب هذاك الحرية الحقيقية ماشي تبدل فهمتني تبدل القبعة الشابو وتعمل لها الطربوش أو العمامة. أنا ما بغيتش العبودية أبدا، ما بغيتش نكون، بغيت نكون حر، بغيت نقدر نتكلم، بغيت نقدر نتبادل، بغيت نجتمع، بغيت نكتب داك الشيء اللي قال لي راسي. أنا شفت محمد الخامس، أنا جيت هنا قبل ما يجي عمي، جيت في 58 وشفت محمد الخامس شي ثلاث خطرات، وكل ما نمشي له كيقول لي نفس الشيء. كنقول له صاحب الجلالة عطيك تعرف عمي مشى فهمتني هو حرب، هذاك الرجل ديال الحرب، حارب الفرنساويين وحارب نصارى باش يعيشوا المغاربة حرة. بعد 32 سنة عاد ريف الفرص الضائعة من جديد باش يكون في أواخر 58 مسرح أحداث دامية خذات بعد الدولي.
مرة أخرى دخلت الطائرات والمدافع لسحق ثورة مفروضة زعمها محمد سلام عمزيان المعروف بمسرح السلام. كان عبد الكريم يساند ويساعد من منفاه طوار 58 على الرغم من أن الإدارة الرسمية كانت تنفي وجود أي علاقة بالأسد وأشباله. في القاهرة استقبل واحتضن بن عبد الكريم زعيم حركة 58 ورعاه في بيته إلى أن مات رحمه الله، وهذا هو قبر بن عبد الكريم في القاهرة. هذا شحال عليه؟ كان من 20 إلى 100 يعني 80 عام. 800 بوسه غير وغاصر. وهذا ما تبقى من مقر قيادة الثورة في أجدير، مقر أصبح كما كتشوفوا معلمة تاريخية رممها وصلحها مغرب الاستقلال إكراما للي كان في هذا المقر يدافع عن الاستقلال. أجل تمام اللي ساكن هنا عارفين ديال من هذه واش هو التاريخ ديالها ولا؟ شريك انا هذه عام فاس كنت هنا كاينين الناس هنا قدام جابوك لهنا حطوك جيت هنايا لقيت الدويره خاوي سكنت فيها هذه تسميها دويره هذه تاريخ لا 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 باغي نقول حتى السكنه ديالكم ماشي بحال ماشي شي حاجه مزيانه بزاف ولا شنو حطوكم بالنسبه لينا حنايا دابا لقينا هذه الحمد لله ونشكر لا واحد ما تبغيش حسن ايوا من طبيعه الحال غنبغي احسن ما هذه لقينا بهذا الساعه حنا وما بانوش لكم ديال مان وشنو التاريخ ديالها شحال هادي ما جيتو لهاد البلاصه هادي يا سي الدكتور شي هو دابا شي ثلاث شهور ونص لا كل مره كنجي يعني لا بد كنزور هاد البقعه لان هنا عشنا العائله الوالده عمي كلهم عاشوا هنا في هذا جاو مشاو هذا كانوا كيحكيو لك ملي كنت باقي صغير كانوا كيحكيو لك اشنو كيوقع هنا الله يا ودي ها اذا جينا نقولوا بلي معركه انوال هنايا تعدت لها الخطوط العريضه هنا فكروا فيها هنايا بدروها وخطوا لها من هنا جزيرة القور تماما القور جزيرة القور هي الوحيدة اللي كان الإسبان بيتلقوا منها النيران تماما مكان ثاني فعلا من الجزيرة كانوا ينطلقوا وضربوا القنابل توصل حتى لهنا هذا قبل 77 سنة فعلا هذيك الجزيرة لا زالت وأقول لهم تحت السلطة حاضرة الإسبانية وهو على الآن على أقل على أقل من 500 متر من مقر هذه المؤسسة اللي أسسنا نتاع التوثيق والدراسة خاصة بالأمير عبد الكريم جزيرة النكور هناك في البحر ومؤسسة عبد الكريم الخطابي المحظورة هنا في البر لكن لماذا محظورة؟ نحن اللي نقدر نقول لك أنا طلبت جيت بالوثائق ديالي بجميع ما تطلبه في القانون المتعلق بتأسيس الجمعية أعطيت له رحب بيا فهمتني القائد ممتاز رحب بيا العامل وفي الاخر كذبوا علي قال لي انت ما جبتش الوثائق والعامل لما استقبلني بحماس قال لي الحمد لله كان سليمان هما اللي اسست فهمتني هذه المؤسسه قال لي حتى انا نكون معكم عضو كمواطن ولكن جات له الاخبار من بن لهيه من الرباط الفتح وقال له سيدي ما عطيتوني والو ما عطيتوني وثائق زدنا له عطينا وثائق اخرى قال له ما تشدهمش شوف اسيدي واذا الذكرى ديالو ما بغاتش ما يبغاوش نحيوها ما بغاوش عطينا الرخصة لمؤسسة عبد الكريم الخطابي بغيت نجيب لهم الجثة ديالو انا شخصيا نرفض وكاين الشعب متشوق والشعب يقول لي الشعب دابا فهمتني خلينا اذا يضغط يخلينا نعمل الجمعية ديال مؤسسة ديال الخطاب علاش ما بغاوش يديروها تمشي لاي قبيله يقول لك على جدودهم وشنو عملوا يعني يفتخروا
باش يمكن لهم يشاركوا في المستقبل. كيفاش يشارك الانسان في بناء المستقبل اذا كان ما كيعترفش ينسوا انه عنده ماضي وعنده رجال وهو يعني ما 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 يعني كيعتز بنفسه وباجداده؟ اذا كانوا هادو كلهم يتنساو، كل هاد القبائل 66 قبيلة اللي شاركت في الحرب و66 كلها شاركت وكلها عندها معارك. يمكن في المغرب يعني نعملوا كل يوم يوم كاين هناك سميتو معركة قامت في المغرب في أيام مغرب، وهاد الناس كلهم يعني يضمحلوا ونقولوا نجيبوا جثة. نجيبوا جثة لماذا؟ باش يحياوا هاد القبائل وتحرر الذاكرة ديالهم ويساهموا في البناء ويساهموا في الحرية، ولا باش نعملوا عليهم البصلانة نهائيا؟ نقولوها باش ندفنكم نهائيا.